كل يوم ناس بتموت، بدل ما نيجي نحضر فرحه بنيجي نحضر جنازته. اهو كل الشباب دي كلها ده فرح، ده جاي لهم فرح، بدل ما يحضروا افراحهم بيحضروا جنازتهم. ده زماننا اللي احنا فيه، ده عصرنا اللي احنا عايشين فيه. انا عايز واحد عاقل لو انا مجنون يفهمني الناس دي ماتت ليه، الناس دي بتموت ليه، كل يوم ناس بتموت ليه. احنا مش ارهاب، كل دلوقتي هي شماعه بيعلقونا عليها ارهاب. فين الارهاب في كده؟ واحد طلع يشجع، دي جمهور الوايت نايتس. غير الوايت نايتس طيب كان في يو اس اف الالتراس اهلاوي، برضه كل يوم ناس بتموت. بعدين معوش تيكت تموته؟ مرتضى منصور طلع يقول لك معوش تذكره، يعني معوش تيكت تموته؟